خط بوق الزول مسيلة هو جزء من الشبكة السككية للهضاب العليا، ويندرج إنجازه في إطار تطوير وفك العزلة على مناطق الهضاب العليا، وكذا الحد من الاختناق المروري والتقليل من حوادث المرور. هذا الخط الذي يمتد على مسافة 151 كيلومتر يمر عبر ثلاث ولايات، اللي هي ولاية مدية، ولاية الجلفة، وولاية مسيلة، مروراً ببوكزول، بيرين، بوطي سايح، عين الحجل، إلى غاية مسيلة. هذا الخط راح يتم تزويده بأنظمة حديثة للإشارات والاتصالات، وراح يسمح للمسافرين بالتنقل من بوكزول إلى مسيلة في وقت زمني لا يتعدى ساعة و15 دقيقة بسرعة قصوى تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة. أربع محطات تم إنجازها في إطار هذا المشروع، اللي هي محطة بوكزول، وهي أهم محطة نظراً لتواجده في مركز تقاطع ما بين الخط على الهضاب العليا مع خط الرابط ما بين الشمال والجنوب، وثلاث محطات أخرى اللي هي محطة البيرين، محطة بوطي سايح، ومحطة عين الحجل. تم إنجاز أيضاً مركزين لصيانة القاطرات، الأول متواجد في بوكزول والثاني في مسيلة. نظراً لطبيعة المنطقة التي تعرف بمنطقة رعوية، تم إنجاز عدة معابر علوية، 38 معبر علوي، إضافة إلى معابر سفلية لتنقل الماشية والأبقار تاع السكان. إنجاز هذا المشروع تم إسناده إلى مجمع شركات وطنية، اللي هي كوسيدار أوفراجدار، كوسيدار ترافو بيبليك، سيرور، أنفراراي، وإستال. والمكتب اللي يشرف على متابعة الإنجاز هو أيضا مجمع ذات مكاتب وطنية، سيتيراي، سيدام، وسيطور. إنجاز هذا المشروع اللي راه في المرحلة الأخيرة تاعو مر بعدة مراحل، اللي هي النزع الملكية، من بعد فتح المسار، من بعد لي طرابو تيراسمون. parmi les dernières opérations هو وضع السكة الحديدية، وضع السكة الحديدية اللي راح تكون متبوعة بلي طرابو سينياليزاسيون.